لأن الفرح رسالتهم والمحبة عنوانهم، زرعوا الأمل والحب في جميع ما قدموا. كشاف صيدنايا اللي تأسس عام 1972 ما زال حتى اليوم بيقدم للمجتمع جميع الأعمال الاجتماعية والكشفية. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع عن أعمالهم ونشاطاتهم معنا السيد خالد هلالي، رئيس فرقة كشاف صيدنايا. يسعد صباحك يسعد وميلاد مجيد، صباحكم وأهلا وسهلا فيك على شاشة ميلاد الأخبارية مجيد، السورية. أهلا وسهلا فيكم صدنايا. نعاد عليك وعلى عيلتك يا رب بكل الخير. تنعاد بالبداية عليكم وعلى سوريا الحبيبة بألف خير. أمين يا رب. سيد خالد، خلينا نحكي مع بعض ونتعرف على كشاف صيدنايا. يعني دائما كشاف صيدنايا عنده نشاطات كثيرة نعم وفعالة بكل المناسبات، ولكن خلينا نتعرف إمتى بلشتوا ونتعرف ونعطي صورة موسعة أكثر عن الكشاف. فرقة كشاف صيدنايا تأسست من عام 72 مثل ما ذكرتوا، كان مؤسسها الأستاذ المرحوم الشاعر عادل العودي، تعاقبت القيادات عليها وكانت في كل مكان مثل ما بيقولوا، حتى أصبحت أنا رئيسها الحالي. ومثل ما قلتوا يعني يمكن سبقتنا الشهرة، الفرقة قدمت الكثير في جميع المجالات الاجتماعية والوطنية والدينية، حتى قدمت كثير أنشطة، اعتنينا بالفتيان، اعتنينا بالأطفال. نحن أعمار الكشاف ما في عمر محدد، بتبلش من الصف الأول تقريبا، وطول ما الإنسان قلبه شاب وأكيد هو كشفي، وعندنا كشافين كبار كثير بالعمر. وهالفرقة أنتجت كثير ناس، شهادات، دكاترة، مهندسين، أنتجت جميع الناس اللي يعني خدمت به المجتمع في جميع المجالات. أما عن أنشطتنا فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى بالفعل، لأنه نحن عندنا فريق عمل متكامل. عندنا أنشطة إذا بتحبي نبلش من عيد الميلاد اللي نحن هلأ نحتفل فيه. صحيح. نحن كل سنة بنعمل كرنفال، هذا الكرنفال همه الأكثر أنه نعيد البهجة والضحكة لوجوه أطفالنا، خاصة أنه بهاي الأيام أيام الحرب اللي يعني خلت هالأطفال دائما في حالة رعب. لكن نحن بالفعل من بداية الأزمة حاولنا نعطيهم ضحكة، وكان شعارنا نحن نصنع الفرح بهاي الأزمة بالضبط يعني. فعملنا أنشطة كثيرة تهتم بالطفل، منها هذا عيد الميلاد حيث وزعنا الهدايا على أكثر من 2000 طفل في صيدنايا من خلال كرنفال متنوع، بيبقى في عرض موسيقي نحاسي، وبيبقى في رموز للعيد، بيبقى في سيارة مغارة، بيبقى في قطار، بيبقى في كل شيء يعني رموز مثل ما قلت لك، شجر ماشي، كل رموز فينا نقول الميلاد المجيد. أيوة يعني الكرنفال بيكون كبير، ومن خلاله من خلال العزف مجموعة بتعزف، مجموعة بالأعمال بتمشي فيها، ومجموعة اللي هي 20 بابا نويل و20 ماما نويل بيفوتوا على كل حارة على كل بيت، بيوزعوا الهدايا للأطفال بنص بيتهم. دائما يمكن الكرنفالات بأعياد الميلاد إلى خصوصية وبهجة خاصة. بس خلينا نحكي عن نشاطاتكم خلال عام 2017. نحن عم نودع 2017 نستقبل 2018، في كثير من النشاطات والفعاليات اللي قمتوا فيها، أهم النشاطات اللي قلتوا يمكن أنه نحن ككشاف حققنا أهدافنا الأساسية. نعم، أنا رح أبلش بنشاط كبير أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة وتصدت له كشاف سوريا، ومن ثم كشاف سوريا كلفتنا بإقامته اللي هو الرياضة من أجل الحياة. كان نشاط كتير كبير، ألفنا فرق رياضية من كرة قدم وكرة سلة، سباحة، شطرنج، أي شيء بيخطر على بال أي ولد أو فتى أو فتاة في صيدنايا، وطبعا كان لكل صيدنايا وخاصة اللاجئين إلى صيدنايا. أخذنا هاي الفئة واهتمينا فيها، عملنا لهم هالأنشطة هاي كلها. كان في دعم مطلق من كشاف سوريا ومن الهيئة، قدموا لنا الدعم الكامل من حيث الأدوات ومستلزمات هذا العمل، وكان تجربة كتير كتير قوية وناجحة. ومن ثم بقلب هذا النشاط عملنا نشاط مثل الكيرمس اللي بيسووه بالأعياد بالصيف، نحن بنسميه جنة الألعاب. حيث استطاع صيدنايا هي جنة الألعاب، هي عبارة عن حارات للألعاب بيجي عليها الطفل الصغير في له لعبة، بيجي عليها الإنسان الكبير
كمان له العاب، له ممكن يقعد بوفيه الى اخره. استقطبنا اكثر من 4000 انسان في يوم واحد. نعم. وكان هو عباره عن 8 ايام، يعني كل يوم يعني يجي ناس. فينا نقول انه هي النشاطات قديش مهمه للاطفال يلي مرق عليهم سنوات صعبه، يلي مرقت على سوريا ايام كثير بشعه، يعني ما في بيت ما فقد شهيد او ما صار في بكل بيت جريح. انتم استقطبتوا هالاطفال، عم تفرغوا لهم الطاقه، عم تجددوا لهم الحياه، هن اطفالنا مستقبلنا الواعد يلي كل املنا اكيد فيهم لحتى شوي ينسوا المشاهد البشعه يلي مرقت على سوريا. اكيد، وطالما عم نحكي عن الشهداء فبنترحم عليهم. اكيد الرحمة. وصدنايا هي بلد شهداء كمان، سقط اكثر من 50 شهيد في صدنايا. فكمان بتوجه التحيه لجيشنا، بتوجه التحيه لشبابنا اللي هن كمان في قسم ملك الكشاف، في قسم الهيئات الاخرى، اللي من البدايه حملوا عصاية وحارسوا صدنايا من المشاكل اللي كانت تصير. فشباب صدنايا كانوا كثير ابطال بهي. فنحن من خلال هاي الأزمة كثير اعتنينا بالطفل. الطفل عندنا كان يعني بهمنا كثير، مثل ما قلت لك في البداية، يكون مثار اهتمامنا ورعاية رعايته من جميع النواحي، نسي أثار الحرب وما ترتب عن هاي الحرب من أثار نفسية. وكمان اهتمينا بالأطفال اللاجئين اللي إجوا على صدنايا وإجوا بكثرة من الدول، من القرى المجاورة. نعم. أكيد. فكثير هدول عملنا لهم أنشطة، عملنا لهم احتضناهم بقلوبنا. أكيد أكيد أكيد. وحتى فتيات الكشافة عملوا لهم أكل، وفي الأيادي البيضاء بصدنايا قدموا لهم أكل. فكانوا الأطفال سعداء بوجودهم هون رغم أثار الحرب البادية على وجوههم. نعم. أكيد بنتمنى لكم التوفيق على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها. بالختام كلمة بمناسبة الميلاد المجيد بتحب توجهها لجميع المشاهدين وللكشاف بشكل خاص؟ أنا بعايد كل الناس، بعايد الكشافين، بعايدكم أنتوا الإخبارية السورية، بعايد الوطن، بعايد سيادة الرئيس بشار الأسد، وبقول له أنه كل صدنايا وشباب صدنايا وكشافة صدنايا بخندقك، وأكيد نحن خلفه حتى تحقيق النصر الكامل. وهلأ عم نعيش نهايات أو بدايات ونهايات النصر بإذن الله. بإذن الله. أكيد. كل عام وإن شاء الله وأنت بخير، والله محيي أهل صيدنايا. كل التحية أكيد لأهالي صيدنايا، ميلاد مجيد، وإن شاء الله هيك كشاف صيدنايا بيضل دائما صدى الأفراح عم يهل من هالشباب. يعطيكم العافية وميلاد مجيد. الله يعافيكم. شكرا لكم. يعطيك العافية. وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية وميلاد مجيد. ميلاد مجيد، شكرا.